حوادث الخطف والتعدي أصبحت في تزايد مستمر، والضحية غالباً أطفال، الأمر الذي تداوله الرأي العام في الشهور الأخيرة مطالبين بتغليظ عقوبة خطف الأطفال. ففي يناير 2018 وافقت اللجنة التشريعية في البرلمان على تغليظها لتصل إلى الإعدام، حيث تنص المادة 289 من قانون العقوبات لسنة 2018 على أنه كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحايل ولا إكراه طفلاً يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات. أما إذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة. ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه. ومع ذلك فإن التعديلات من هذا النوع عادة ما تتجاهل جريمة خطف من نوع آخر، وهي خطف الأبناء على يد الأب أو الأم، الأمر الذي يجعل الطفل ضحية مرتين، الأولى ضحية خلافات الأب مع الأم، والثانية ضحية عملية الخطف نفسها. وحتى الآن لا يوجد في قانون العقوبات نص صريح لعقاب الأب أو الأم في حالة قيام أحدهما بخطف الأبناء، بل يتم العمل أحياناً بمبدأ سلامة النية، كأن يدفع أب التهمة عن نفسه بأنه كان يحاول رؤية طفله إذا منعته الأم من زيارته في حالة طلاقهما، وعندها يقول الأب أنه لم يخطف الطفل بل كان يريد رؤيته وليس إيذاؤه، أو أنه كان سيعيد الطفل لأمه بعد رؤيته وقضاء وقت معه. وسيلة أخرى للهرب من هذه الجريمة هي أن لجوء الأب أو الأم الخاطفين لحجة الجنون، ويتم تحويل الأب الخاطف أو الأم الخاطفة لمستشفى الأمراض العقلية بدعوى أن ابتعاده عن الطفل سبب له مشاكل نفسية أو لم يكن يسيطر على أفعاله ولا مسؤول عنها. أما المادة التي تحدثت عن خطف الطفل من قبل والديه فكانت المادة 292 من قانون العقوبات، وهي ضعيفة جداً مقارنة بحجم الضرر الذي يمكن أن يتعرض له طفل مخطوف، حيث تسمي المادة الخطف في هذه الحالات باعتباره منع تسليم طفل لمستحق رعايته، وتنص على يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد عن 500 جنيه مصري أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه. حتى الآن لا توجد إحصائيات دقيقة بعدد حالات خطف الأطفال، لكن بعض المنظمات الحقوقية رصدت تزايد في حالات خطف الأطفال من 856 حالة خطف وطلب فدية في 2012 إلى 1700 حالة في 2014، وآخر رقم رسمي كان في 2015 من خط نجدة الطفل، وكان الرقم 412 حالة فقط، ولم تصدر بعدها إحصائيات رسمية، على أن هذه الأرقام كلها كانت خطف أغراب أو عصابات للأطفال، ولم تذكر أي شيء عن خطف الطفل من قبل أحد الوالدين. نشوى عبد العاطي، مساء دريم.